تابع مشاهدينا الكرام، وهنا شوطنا الحادي عشر أما انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا إذن الحادي عشر الخاص باللقاية القعدان المحليات الأصايل، هنا أيضا لأبناء القبائل شواط التأهيل. نتابع مسيرتنا، نتابع هنا شاهين ناصر بن خليفة بن عبد الله الراسبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والوال لسالم بن مطر بن حاذة ليقتبي من يأتينا على المركز الثاني وينتزع الصدارة ومقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني، وهنا يأتي شاهين راشد بن محمد بن علي النيادي من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث تراجع شاهين ناصر بن خليفة بن عبد الله الراسبي وعلى المركز الرابع. المركز الرابع هنا صياد الأسود العلي بن راشد بن مبارك بن سرود المنصوري، وعلى المركز الخامس هناك والتسلل من قبل البطل حمد بن موسى بن غدير ليقتبي من يأتينا هذه الانطلاقة، والوصول من قبل هنا برشلونة لأحمد بن عبيد بن راشد بن صندل، وعلى المركز هناك الوصول أيضا والتحدي والإثارة من قبل شايم أحمد بن سيف بن سالم النيادي من ينطلق هذا التحدي المميز الجميل. أما الوصول في هذه اللحظات، الوصول هنا على المركز الثامن من قبل هنا شاهين أحمد بن حميد بن علي الدرعي المنطلق على المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع ملبس هيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع، والمركز العاشر شاهين خليفة بن حليس بن راشد ليقتبي من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هو المنطلق على الصدارة على المقدمة. هنا يأتي شاهين راشد بن محمد بن علي النيادي، هو المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. برشلوني قادم، برشلوني لأحمد بن عبيد بن راشد بن صندل من يأتي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث، المركز الثالث يأتينا هنا البطل السيد حمد بن موسى بن غدير الكتبي المنطلق على المركز الثالث، وفي المركز الرابع صياد الأسود علي بن راشد بن مبارك بن صرود المنصوري من يأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس شاهين ناصر بن خليفة بن عبد الله الراسبي من يأتي على المركز هنا أيضا الخامس، وفي المركز السادس، المركز السادس شاهين أحمد بن حميد بن علي الدرعي، وهناك شعار النيادي مع شايم أحمد بن سيف بن سالم النيادي المنطلق على المركز السابع. هذه هي السبع المراكز الأولى، السبع المراكز الأولى، وهنا نعود إلى صدارة إلى شاهين راشد بن محمد بن علي النيادي من يسيطر على زمام الأمور. برشلوني قادم، أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث، المركز الثالث هنا والمنطلق شاهين أحمد بن حميد بن علي الدرعي، ومن الجانب الآخر هناك شايم أحمد بن سيف بن سالم النيادي. ويلا يا صياد الأسود، صياد
صياد الاسود نباك الصيد المركز الاول صيادة الاسود ما نباها هنا اذا صياد الاسود علي بن راشد بن مبارك بن صرود المنصوري في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود الى صدارة نعود الى المقدمة الى المركز الاول صدارة هذا الشوط هنا ولا زال على المقدمة على المركز الاول شاهين لراشد بن محمد بن علي النيادي يلا يا البرشلوني على المركز الثاني البرشلوني الذي تعادل ايضا مع الريال هنا احمد بن عبيد بن راشد بن صندل من ياتينا على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث والمنطلق شاهين لاحمد بن حميد بن علي الدرعي ووصل هنا صياد الاسود قادم علي بن راشد بن مبارك بن صرود المنصوري والنيادي من الجانب الاخر احمد بن سيف بن سالم النيادي مع شايم هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات والإثارة ولكن هنا صدارة هنا المقدم وشاهين شاهين 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 المنطلق على الصدارة شاهين هنا على المركز الأول راشد بن محمد بن علي النيادي من يسيطر على زمام الأمور يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني صياد الأسود والبرشلوني وشاهين ثلاثية جميلة ولكن هنا شاهين شاهين المسيطر على الصدارة على المقدمة بدون أي أوامر بدون أي أوامر العصاقوس سلام يا النيادي سلام على هذا الأداء المميز الجميل تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز المالي النيادي المركز الثاني ناصي أحمد محمد بن سالم المالكي المركز الثالث صياد الأسود السيد علي بن راشد بن مبارك المنصوري المركز الرابع لأحمد بن سيف بن سالم النيادي والمركز الخامس هناك أحمد بن حميد بن علي الدرعي ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام واستطاع شاهين لأحمد هنا أيضا هذا الفوز والناموس لأيضا أحمد بن سيف بهذا الأداء المميز لراشد بن محمد بن علي النيادي 6 دقائق 14 ثانية توقيت الزمني